البلاد في موعد كما كل أسبوع مع الجالية المقيمة في الخارج. بتينا شوية على خطر بالصعوبة الاتصال ما تعديش لإيرلندا واللي هي الوجهة متاعنا في فقرة سفراء. التفاصيل تكتشفوها توت سويت. سفراء الحقيقة بصعوبة باش تحصلنا عليها ضيفتنا اليوم في فقرة سفراء، وما تمكنش ان معناها نتواصلوا معاها مباشرة بالخط الهاتفي، هذاك علاش هي حاضرة معنا عبر تطبيقة الواتساب من إيرلندا. هي وجهة جديدة للتعريف بالمطبخ التونسي مع المهاجرة صباح سندي، هي مديرة مركز ثقافي في إيرلندا الشمالية. مرحبا بك يا صباح. السلامة، مرحبا بكم. السلامة، شرفتنا يا ليلى بالحضور. مرحبا بك. وأنا قلت منذ قليل الحقيقة احنا على موعد مع قصص وحكايات مشرفة لتوينسا يعيشوا في المهجر. دونك المرة هذية الحكاية جينا من إيرلندا الشمالية ومعك أنت يا صباح. يعيشكم، ميرسي، يعيش، نتشرفوا به. شنو الجديد اللي عنا واللي اليوم زادا مناسب باش نقولوه للرأي العام التونسي واللي يخص المطبخ التونسي بصفة عامة في إيرلندا الشمالية؟ المطبخ التونسي مطبخ سريع على الاخر اللي خليني نعمل عليه بحث مدى طويل ونقدمه لإيرلندا هنا ولبريطانيا، وهو مطبخ معروف جدا والثقافه نتاعنا معروفه جدا، واللي الحكايه تطورت من مطبخ وليت تعرف بالثقافه وليت برشا حاجات اخرى. عشان حكيت معك مقبلنا على تجربة في المطبخ، على يعني كيفاش بحثت عليه، كيفاش شقيت، وتوا الأمور تطورت وكل مرة نشوف بجديد الحمد لله يا ربي. هذيك هو معناتها المطبخ مهم على الأخر، المطبخ هو مرآة ثقافة أي بلد. أي يعني أي بلاد مشي لها أول حاجة ساعة المطبخ متاعها، خاطر هو يعكس الثقافة متاع وتاريخ البلد هذيك. ونحن بلادنا أكيد غنية على التاريخ، بلادنا تاريخ قياس ثقافة وهذا ينطبق على المطبخ وعلى ثقافتنا، وحاجة مهمة على الأخر معناتها مهمة كتوانسة كوجهة تونسية في السياحة استثمار كل شيء، شيء مربوط بالثقافة حاجة مهمة مرآة البلد. يعني فهمت يعني تكتشف إنسان بالضبط يسافر أي بلاصة أول حاجة يتصور معها كما أكسست ولا كما قلت ولا بيتزا، ولا يصور مع غريك فيتا، ولا يصور مع تايالا، ولا حاجة معناتها حاجة مهمة على الأخر. يعني فوالا يعني مهمة على الأخر باشا فلوس معناتها كيما نقول. معقول والحقيقة فما تسويق مهم للمطبخ في كل الدول في العالم. باش نرجع شوية، احنا خذيناك في مناسبة سابقة وحكينا على تجربتك في إيرلندا الشمالية وعندك مطعم، كيفاش معناها تخدم فيه المأكولات التونسية وكيفاش يستقبل زبائن من كل أصقاع العالم بما فيه الإيرلنديين اللي يستحسنوا المأكلة التونسية. نرجع نذكر شوية كان ممكن صباح. نرجع نذكر شوية بالمطعم نتاعك اللي في إيرلندا. أي نذكر شوية، أكيد مطبخ تونسي، أنا أول ما حيت حيت مطبخ تونسي يعني بشي نعرف الأكلة التونسية، وقال نجاح كبير ياسر معناتها إنه اللي يجي تعجبوا على الأخر وتعجبوا الثقافة، ومطعم تونسي يعني كله ثقافة تونسية وكله حتى تدخل داخل كأنك دخلت لتونس. يعني ناس من العالم تجينا من أمريكا، من كندا، من إيرلندا، من اليابان، من الصين، ولقى رواجك معناتها لقى رواجك بياسر لدرجة إنه أثر حتى على الناس اللي بيحبوا يزوروا تونس معناتها، وتطورت الحكاية على الأخر ويحبوا يتعلموا توك المطبخ التونسي ويجوني حتى مطاعم أخرى شيفين إنجليز يحبوا يتعلموا، يحبوا يعني ياخذوا فكرة، حبوا يدخلوا المطبخ التونسي للمانيك بتاعهم اللي قاعدة نخدم عليه هذا. وكيف معناتها لقى رواج لدرجة الناس اللي بولاد قبل ياسر على الوجهة التونسية، حتى يعني كانوا دوري مشكل معناتها يمشيو لتونس على طريق جوستياي أخي عملوا صار معناتها كومبلين وصار يحبوا طيارة ديريكت. تو عملنا طيارة إيزي جيت، شركة بريطانية عملت طيارة بلفاست، عملتها الفيدر هذي في أفريل، وهذي خاطر نجاح الثقافة التونسية مطبخ التونسي القارة وجه بريسر مع التونس في هذا كنت أحكي لتونس تو حتى كتور الدور حتى هنا نقضي ولا حاجة الكل ما أنا حضرت لتونس حضرت لتونس معناتها الناس كل تحكي لتونس وإيزي جيت كان يعني طيارتين في الجمعة كومبلي، فبرشا الناس ما لقاوش الفرصة باش ياخذوا حتى ما لقاوش بلاصة في الطيارة، ألوغ تدخلت شركة أخرى بريطانية جي إي واي
اللي عملت رحلات توا اخيرا عملت رحلة جدد مع تمام بلفاس باش تنجم تاخذ الكليونات المسافرين اللي يحميها في تونس وما لقاوش شنو عطينا نفيده يعني كما الاف 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 الايرلنديين والانجليز والامريكان وبرشا هابت هابتين وهابتوا فما بزبش توا الحكايه اكثر معناتها سوق كبيره ياسر و وبتبيع نحب عشان تونيزيا علاش ليه خاطر راح تخدم على ايرلندا كجزيره كامله جزء الاوروبي جزء البريطاني نصور اذا كان تونيزيا حاجه ممتازه برشا لجيريا واكيد باش تملى تونيزيا سون ديسكسيون خاطر اما برشا اقبال وبرشا ناس هابطه معناتها وتحب تهبط لتونس وحتى هو يخدموا فيها من ابريل حتى نوفمبر احنا ماذا بينا يخدموا في ايامات الشتاء حتى في الشتاء شتاء في ماذا بينا حتى يعمل ديسمبر جان في فيفري خاطر نحبوا مدارينا ماذا بينا تكون حتى يعني نخدموا بها الوتر حتى في الشتاء ما يسكروش علاش الوتر هما يسكروا في الشتاء معناتها والناس تقعد بطاله نجموا نعملوا حتى نوعا ما معناتها خدمه اللي نجموا يحلوا حتى معناتها وتخدم يخدموا الناس في الشتاء خاطر الشتاء نتاع تونس يبقى دافي بالنسبه لشتاء ايرلندا بالضروره. بي الجديد اللي معاك صباح هو تبارك الله برشا مستجدات ولكن فما حاجات مميزه حاجات تحظى بالاولويه معك انت تم استدعائك من طرف وزاره الثقافه البريطانيه باش تقوم وتعرف بالطبخ التونسي والمطبخ التونسي احكي لنا الحكايه اختي. كما قلت ما الحكايه تطورت والناس ولات ما تعرفني كواجه ثقافي في تونس حتى عندي مشاركات معناتها في بعض وسائل الاعلام هنا الايرلنديه والبريطانيه وانتشرت الحكايه وعملت علاقات معناتها مع ناس والحكايه عجبتهم وفكره نتاع ثقافه جديده نتاع مطبخ جديد ديجا انا قلت خاطر الناس هنا ملوا من المعتاد وما عندهمش مطبخ كبير ما عندهمش معناتها حاجه اما شنو اللي عندهم هنا عندهم الايطالي وعندهم العربي معناتها الشاورما حكيت الفومه المشرقي يرحبوا ياسر بالفكره هذيا لان خدمت عليها وقلت لهم مطبخ جديد التونسي اللي هو يرجع بالفايده على تونس بالطبيعة معناتها حاجه كبيره خاطر يدخل سواح واستثمار وبلا وفي نفس الوقت هما اذا يلوجوا عليه هذا يحبوه يعني الحكايه عجبتهم لذلك معناتها الحكايه طورت معايا انا وتوكا وزاره الثقافه عيطت لي عندي شو باش نعملوا لايف كوكن باش تفرجي فيه ملايين الناس على حول العالم الكومن ويلث والانجلت وامريكا باش نقدم فيه يعني انا اعطوني خاطر زوج اكلات نحب اكله تونسيه كلش نعمل معناتها مقدمه على التاريخ ومطبخ التونسي باش نحكي على التوابل التونسيه والهريسه التونسيه وكذا الثقافه التونسيه وباش نعمل اكسي تونسي ممكن نعمل بيك كمان نختار اكلتين معناتها كما نقولوا ايكونيك نوريهم لهم ونحكي لهم على اكلات اخرى وديجا انا هبطت في بعض يعني وسائل الاعلام هبطت دير السيد معناتها هبطت مثلا المسوف التونسي هبطت التجين هبطت انواع نتاع ماكله نهبط دير السيد معناتها عندي مجالات نخدم معاهم هنا الوغ يعني قاعدين نخدموا وحاجه باهيه برشا فوالا وبرشا افكار برشا خدمه ديما نخدم ماكم تعرفوني ما شاء الله عليك الحقيقه والحاجه زيد المميزه فيك صباح وقت اللي تقول انا نحب معناها بلادي تتميز وعلم تونس يكون بالحق معناها مرفرف ونكونوا احنا بالحق نساهموا في ان نكونوا مصدر فخر لبلادنا دونك اللي هنا استدعاك من وزاره الثقافه البريطانيه والمميز ايضا في الموضوع انه باش يكون فما نقل في كل التلفزيات بتبيع حاجه مهمه على الاخر هي معناتها هذيا اشهار كبير ياسر معناتها قاعده نخدم عليه وهم يعطيني ثقتهم لي انا باش بتبيع باش نقدم المطبخ التونسي وباش نحكي عليه خاطر ما قلت ما تعرفوا شخصي عرفوني ما عندي ثقافه شامله ونفهم حتى يعني بيان سور حتى وما احترمتهم وما يحترموني كشخصيه كذا وكما قلنا مثلا الثقافه التونسيه عجبتهم على الاخر ولقوني انا يعني كوجهه معناتها النجم يكون تيك ذا بوكس يعني اللي هما باش يقدموني معناتها كوجه جديد مطبخ جديد في بريطانيا وفي ايرلندا الوغ انا فخوره بهذايا وانا فرحانه برشا بهذايا واكيد نحب عالم بلادي انا عالمي مش بلادي هي متميزه هي بلادي اصل تونس يعني اخلاق ربي متميزه في برشا حاجات نحن ما علينا الا العمل معناتها هي اصل تونس متميزه ونحن يلزم نروجوا لها ونخدموا ذكرها ومعناتها نحن مش عدو بلادنا نحن هي اصلها بلادنا
هي بلادنا حاجه ما اكسترا اوردينير. الحمد لله يا رب. فوالا. طيب صباح، انت ذكرت لي بعض الاطباق اللي ربما باش تشارك بيهم، بعض الاطباق اللي يميزوا المطبخ التونسي في ايرلندا الشماليه. المواد الاوليه تهزهم من هنا من تونس ولا من غاديكا؟ معناها تصنع وحدك وتدبر راسك غاديكا في مطبخك الايرلندي؟ عندك الحاجات الفونديمونتال هما معناتها اللي يعطي الطعم الاثنتيك، هي التوابل والهريسه، هذوما لازم يجوا من تونس كاش ما نحكيوش على مطبخ تونسي معناتها. هذا عندي سكيشو انا، هذوما زوز نشري فيهم من تونس وناخذ ونعمل في نافي بحث كبير ياسر، خاطر ديجا انا حكيت مع بعض يعني صعيب ياسر تجيب حاجه مش معناتها ماشي بالسوبر ماركت، يعني خاطر احنا عندنا كل برودوي يلزم يتراكي مين جاي الوغ انا في بحث برشا على باش ناخذ حاجه من تونس اثنتيك، وقاعده حتى دي كورس انا عملتهم بالذمه باش انا نجم نعطي معناتها الاوكي لبعض المنتوجات باش تعدى هنا معناتها باش تعدى فور مي فور 5 ستار معناتها انا محتاج يعني نعمل تيست نتاعي انا. المشكله احنا هنا عندنا وذي قاعده نخدم عليه ولا بالحق معناتها بوستيت فور مي اللي ما نلقاش برشا منتوجات تونسيه ما نلقاش معناتها، مثلا نحكيو مثلا نداء الهريسه بون سي فغي الهريسه نتاعنا وكذا كذا، اما الهريسه احنا عندنا كين الحقه كل التن هذيك احنا نقولوا مش تن يعني كل هذيك كل حقه هذيك هيك هي وما تلقاهاش في تيست يعني في الجروب سيرفاس تلقاها في معناتها مغازات الحياه يعني العرب معناتها يعني ما يعني ما تلقاهاش في الغون سيرفاس في نمشيو الاجين وفي ندورو وفي نشوفو يعني نحن نقصنا برشا عند منتجات تونسيه برشا. انا نحب كي نقدم ريسيت في معناتها في الاعلام هنيك نقدمها ريسيت تونسيه، نحب انا الانجليزي ولا الامريكي يمشي على الاقل ياخذ يلقى هريسه مثلا بغبي ولا هريسه تونسيه عربي مثلا يلقاها في حكه باللار معناتها كاليتي باهيه برودوي باهي المنتوج يعني الليبل معناتها هاي ستاندر، ينجم يلقى مثلا تونيزيان سبايسز التوابل نتاعنا معناتها في الكرون سيرفاس على الاقل يعمل تحقق مثلا نحن نقولوا مصلي ولا مرقه زعره ولا جلبانه حاره ولا اللي يجي ما ولا حتى الشكشوكه على الاقل يلقى الاثنتيك سبايس هذيك يلقى راس الحوانت نتاعنا التونسي يلقى الهريسه نتاعنا التونسيه على الاقل يلقى كيما مثلا باش نعمل مثلا هنيش نعمل مقرونه مثلا ايطاليين بالبيستو نلقى الحكه نلقى الحكوك نتاع البيستو حاضرين معناتها نحس بروحي بالحق عملت ماكله ايطاليه خاطر لقيت البيستو جين من ايطاليا باغ اكزومبل معناتها باش نعمل فهمتني يعني هذيك الفوستيشن وقاعدين نخدموا عليها ان شاء الله معناتها من الجامع يعني ما شاء الله معناتها تعرف برشا حاجه نخدم عليهم برشا حاجات فيني اجي اما يد واحده ما صفقش مادام لازم معناتها برشا نستخدم معايا اي والمطلوب لهنا صباح وفرصه باش نوصلوا صوتك خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاساسيه اللي هي تلزم المطبخ التونسي، واحنا حكينا في اكثر من مناسبه كيفاش انتم تنجموا تساهموا في الدفع الاقتصادي في تونس، كيفاش تنجموا زاده تعرفوا ببعض المواد اللي هي موجوده في تونس، حتى السلطه مشويه صباح والا الهريسه اللي معناها اللي ينجموا النساء معناها اللي قاعدين صاحبتك المشاريع الصغرى. نحن شنو المطلوب مدام؟ المطلوب نحن مدام اللي المصانع اللي في تونس والشركات اللي في تونس مثلا منتوجنا يخدموا مثلا كيما احنا مثلا يسالوا بريطانيا يسالوا مثلا الاتحاد الاوروبي شنو مثلا المطلوب؟ انا سورتو نحكي نخدم مع بريطانيا وايرلندا شنو المطلوب نحن مثلا شنو الستاندر نتاعكم مثلا شنو انا عندي نعمل تهريسه شنو الستاندر نكلم بريطانيا شنو كيفاش تحبوا شنو مثلا المصابات نستعملوهم شنو الحاجه تتعدى عندكم معناتها نخدموا نحن المنتوج بالستاندر اللي هما قابلينه باش نحن كي نجموا كي يجي نعرف نجيبوا كما اللي هما معناتها سي كي باس سيرتيفيكت تري امبورطون انا نروح نلقى مثلا التوانسه تخدم هريسه ويخدموا ويربي عينهم اما المشكله هما فما مشكله في الوعي مشكله في التريننج ما فماش يعني ترين من وزاره الصحه من وزاره السياحه من وزاره التجاره يلزم يعني المنتوج هذا يوصل العالمي باش يوصل العالمي احنا البرودوي عندنا يوصل عالميه بنحنا نجم يعني نحطوه في حقوق معناتها صحيه اللي هم يقبلوهم غاديكا نحط مثلا التعليب مثلا نحطوا المكونات تكون صحيحه نحطوا طريقه التعليب صحيحه اللي يقبلوها هما خاطر راهو مش نفس انا شفت رحت شفت راهو مش نفس طريقه التعليب مش نفس طريقه المصابات مش كيف يلزمنا ان نرتقيوا معناتها للمستوى العالمي في المنتج التونسي نتاعنا
كيفاش نباكيجوهم، كيفاش نخدموهم، كيفاش باش نجمو نخدموا مع سوق معين مثلا كيما سوق بريطانيا وايرلندا، سوق كبير ياسر وسوق فيه الفلوس، وتو احنا المطبخ التونسي نتاعنا معروف غاديكا، معناتها كيما قلت لك يعني تو تمشي انت تحب تعمل مثلا برياني ولا تعمل كيما قلنا بيستو ولا اي حاجه من اي بلاد بريسك، معناتها تلقى معناتها الانغريديان اللي باش تعمل الطبق هذاك اثنتيك. اما مثلا يجي انجليزي يحب يعمل شكشوكا شو يعمل؟ يمشي يشري اسمه هذاك كاري باودر. كاري باودر ماهوش الكاري باودر نتاع الهنود، ماهوش راس الحوت نتاعنا، خاطر فيها مكونات اخرى ما احنا ما نستعملوهاش، ما يجيش المطعم الاثنتيك. سامحني، فما بلدان اخرى تبيع في الهريسه، جانا وريتكم معناتها تبيع في الهريسه ونفس مش نفس المطعم تاع الهريسه نتاعنا، حط فيها خل وحط فيها سخنين وغير ما ذكر. يعني كي يجي اجني باش يعمل شكشوكه ولا شام كسوت بالطن بالهريسه مثلا، باش يحط هريسه ما يحسش به مطعم تونس مثلا، حتى ما يجي هريستنا وقاعده تتروج اللي هي هريسه معناتها يروجوا لها هما، واللي فادك اغرب بيان سور قاعدين يخدموا في ستان اللي تحبوا الإيكي وقاعدين يخدموا في ولادهم في بلادهم. طبيعي أخذ قديش مع بيان سور، هما حلوا هما المصانع في بلادهم، نجي أنا بلاد فلانية ما عندي حتى ما علاقة بالهريسة، ما نحن توانسة جديتنا نحن، هو فما حتى بلاد في العالم اللي يتعول الهريسة وفلو ترحي إلا تونس. يعني يجي نحن بلاد أخرى معناتها ما عندهم حتى فكرة، يجيوا هما يكتب يصنع الهريسة معناتها يعملها هكا برا ويحط هريسة ويعملها في مستوى عالمي ويدخل بها العملة صعبة. اي وربما لهنا يا صبيح سامحني، اي وهي معناتها انا جيت ام فيري فوسيت ساعات وقد لهنا معناها نخافوا انه تشوه العلامه التونسيه والا تشوه الهويه التونسيه في الهريسه ولا حاجه. وانت حكيت مثلا لهنا على التعاون، سامحني خليني نكمل الفكره صبيح. حكينا مثال شيء، حكينا مثلا على انهم كيفاش هما يستنفعوا من حاجه توصل لدوله اخرى وكيفاش يخدموا اليد العامله. احنا نفس الشيء عندنا نساء يخدموا في مجالات هكا، عندهم مشاريع صغرى وينجموا يعاونوا بالقدي بالقدي على انه بالحق معناها ينتشر المنتوج التونسي في كل بقاع واصقاع العالم. صبيح فما خدمه انت قاعد تخدم فيها قاعده تطور من ناحيتك، عندي معلومه تقول لي انت باش تتعامل مع مؤثرين ايرلنديين، صحيح الحكايه ولا لا؟ اي انا تاثرت وقاعد انا ديجا تعاملت وقاعد نتعامل. انا في اخر زياره تونس ديجا كنت في تونس، انا عندي بقصة 10 ايام، جبت معايا معناتها ممثلين وجبت معايا فنانين معناتها وصوروا وعملوا تصاور وحطوا تصاورهم وعملوا جو ياسر في تونس، فما حتى اللي مشيو بلو اثنتيك مشيو حتى بعض الاعراس التونسيه وصوروا ورجعوا معناتها ورجعوا يحكيوا معناتها حتى كما نقول احنا وشاهد شاهد من عندهم. انا حتى كنت انا قبل نحكي اما تو هزيت انا هزيت معايا وروحوا هما يحكيوا على السوق كبيره ياسر وشهر نخدم معناتها العبد الا والله نخدم معناتها بحبي معناتها اللي بحق، وخاطر ما نحبش نظلم، خاطر ما نحبش الراء انا منتوج تونسي سواء حاجه اخرى، ما نحبش الراء، نحبنا نحن نخدم نحب نتطوروا. ما برشا خدمه انا وحدي كما قلت لك ما نجمش نعمل اللي عليا، اما لازم في تونس برشا خدمة زادة برشا خدمة أخرى من معقول. إن شاء الله ربي يوفقك الحقيقة، حاجات كي منك تعمل الكيف وباهي راهو أنك تبلغ صوتك لعل وعسى يكون فما استجابة لهالنداء هذي، على خطر احنا وقت اللي نلتقيه مع الجالية المقيمة في الخارج تقريبا نفس الشواغل ونفس الاهتمامات. إن شاء الله يا ربي تلقاو الإجابة وإلا ربما التفاعل، احنا حشتنا بتفاعل في الموضوع هذي ولي ما لا بالحق تكون إيرلندا وغيرها من الدول وجهة للتعريف بالمطبخ التونسي بالتراث المادي التونسي، على خطر توا يا صبيح فما بعض المأكولات التونسية هي منسوبة لدول شقيقة أخرى، معناها ما يعرفوهاش على طريق تونس ولكن يعرفوها عن طريق دول أخرى. أكيد لو احنا إنسان في الشمال ما يعرفش مكان الجنوب مثلا، يقول لك راها عند راها يقول لك ما عندناش هذيك، كيفاش انت مادام انت ما تعرفش ما تقولش ما عندناش، توس عندنا كل شيء كما حكينا فيه. احنا نحن ما بلد، صدقني نحن من اكثر البلدان يعني عندنا ثراء في المطبخ، فماشي حاجه انت تراها عند البلدان احنا ما عندنا.
ماكلناش وخير منها. عندنا الحار، عندنا حكينا فيه، عندنا الازهر، عندنا الملح والحلو، عندنا معناتها والاهم يا صباح عندنا نفس، عندنا نفس بالحق. يقول لك واحده نفسها به في الماكله، معناتها تطلع الماكله البنينه ولا واحد هي. نحن خاطر نحن اصحاب حضاره، نحن من بكري معنا مشي في دمنا الشاي، معناتها جداتنا شيحوا القدي، شيحوا الفلفل، شيحوا عملوا الفاح، عملوا معناتها ماشي فينا نحن ملي كنا صغار. بلي احنا شكون هي معناتها من قديم السنين، معناتها البنات الصغار تعلم وحتى الرجال، معناتها فماش تونسي يعني ما يعرفش بخيس ما عندوش فكره على المطبخ، معناتها خاطر هذاك ماشي في تراثنا بالطبيعه. نحن شكون كنا معلمين فيه معناتها، ما ونحن ارضنا معناتها ارضنا تنتج، نحن ارضنا تنتج في زيت الزيتون، تنتج في التوابل، تنتج في القمح، يعني نحن من ننجو من الاوائل العامي، ننجو اصل عندنا كل خير، عندنا كل شيء. ومادام احنا عندنا كل شيء ونحن اللي تمرسنا في يعني في صناعه الاطباق معناتها، فهمت يعني عنا كل خير، فقط نستثمروه بشكل إيجابي. مستجدات بالجملة كما قلت، باش نختم مع الشراكة مع مدرسة خاصة بالطبخ، وانت باش تكون غادي كمان موجودة وتدرس الطبخ التونسي. كما قلت معناتها نخدم برشا افكار، ديما افكار تجيني يعني ديما كارني نكتب تف 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 من بيان سور من اهم الحاجات اللي نحب نخدم عليهم وقت نخمع عليها في عندي فتره تويكه. خاطر كما قلنا برشا هني يحبوا يتعلموا المطبخ التونسي، حتى انا ديجا قاعده نخدم مع دي روسترون اخرين نعاون فيهم كيفاش يدخلوا بعض الاوكلات المينيت نتاعهم، ونحرص انه مكتوب تونيزن كلمة تونيزي، مثلا تونيزي مسفوف، تونيزي كسكس، لازمها الكلمة هذي قديمة، ما نحطوش كسكس كها، تونيزي كسكس على خاطر ما برشا كسكسات. إيوا ألوغ فوالا فوالا ألوغ لازلنا نركزوا فوالا الفكرة هذيك قلت لازمني، خاطر برشا ناس باش تعمل مع مدارس في تونس للطبخ. نحب معناتها نأثر، ونحب مثلا إن كما قلنا احنا أوبديت معناتها باش نعمل مثلا طبخ بالإنجليزية، باش نجيبوا مثلا أجانب باش تعلم باش ياخذوا شهادة بالإنجليزية، يتعلموا مثلا يعملوا تور كيما نقولوا كولتش، يعني تور نتاع طبخ ثقافي، منهم يتعلموا الطبخ التونسي معناتها في 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 البلاد، في في أرض الزيتون معناتها، ويروحوا بشهادة اللي هما تعلموا مثلا الكسكسي، وتعلموا الهريسة، وتعلموا في نفس الوقت نثقفوهم ونقول لهم المعلومات الصحيحة. راهو هذيا نحن هذا ثقافتنا، ونحن ونوريوهم معناتها الحقائق معناتها حقيقة معناتها الثراء المطبخ التونسي، ونوريوهم. وان شاء الله عندي جروب جي من الشيفس هما عندهم يعني دي ستار ومش من ستار ومعروفين، يحبوا يتعاملوا المطبخ التونسي باش يروحوا به هناك لايرلندا، وباش تطول الحكايه ان شاء الله، وباش نعملوا برشا حاجات اخرين في الدنيا. انا كل التوفيق. اكثر حاجه تعجبني فيك تفكيرك، مقترحاتك الجديه اللي عندك، وبالحق معناها كلي انسانه حاسمه تخدم تخمم وتخدم. نشكرك برشا صباح، شكرا جزيلا لك على هالمداخله هذه، ونعتذر مره اخرى على التاخير الحقيقه خارج عن نطاقنا. صباح سندي المهاجرة التونسية في إيرلندا، وبالحق معناها سفيرة للطبخ التونسي في إيرلندا. على موعد بعد شوية مع بقية فقرات.